شويه الطريق كاين هاد البروموسيون اللي قلت لي ما كايناش في وجده حصريه عندكم. هذا في 5 تاع لي بياس 5 بياس هي مكتوبه هنا 5 بياس عندنا فيها قماش، هذا قماش، هذا مور ما تغسلي وجهك كدهني به الوجه. عندنا هذا سيروم تاع رائع. عندنا بوماد هيدغاتونت. عندنا هذا اونتي سير تحت العين، هذا يجي باك رائع مخير. غادي نشارك معاهم لوكالي تاع البرتقال ديال التشين. تبارك الله عليك خويا طارق، شوف الرقم ديالك غادي نبارطاجيوه معاهم، واللوكاليزاسيون الناس اللي بغيو والناس اللي بغيو لا ليفريزون كاينه، لا ليفريزون هنايا في وجده. تبارك الله عليكم اخوتي، هذه هي اللوكاليزاسيون، مرحبا بكم. بالنسبه لقصر النكهات المحل هو هذا، رحنا جايين في طريق لازاري، هنايا الا طلعنا الفوق غادي نلقاو الكوان ديال السيمي اتصالات المغرب، تجيو نازلين تلقاو قصر النكهات هنا في هذا الاتجاه طريق العونيه، هي ها كاين مقاطعه حداش القديمه.